بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا مشاهدينا الكرام على بركة الله، ينطلق شوطنا العشرون للقاية الأبكار، ومن مسافة 5 كيلومترات انطلقت هذه الأسماء واندفعت هذه الشعارات لتزين أرضية هذا الميدان. تقدم مع المركز الأول البداية والصدارة من تحتل المركز الأول الثيبة، محمد بن عبد الله بن حمد بن عويج المري، من يقدم لنا الذيبة مع المركز الأول. ثاني المراكز وثاني التحديات تصل مع المركز الثاني وتتواصل بهذه الانطلاقة وهذه الاندفاعة على ثاني التحديات، من تنطلق من الجانب الآخر وتغير مع المركز الأول. هنالك سيادة بشعار حزام بن زيد بن محمد بن محسن آل بحيح المري، من يقدم لنا سيادة، من غيرت واحتلت المركز الأول. المركز الثالث متابعينا مشاهدينا الكرام تصل في ثالث الأسماء وثالث التحديات، من تتقدم مع المركز الثالث الحذرة علي بن سالم بن جابر الجربوعي المري، يقدم لنا الحذرة من غيرت بدورها إلى المركز الثاني. المركز الرابع تصل مطرة مع المركز الرابع بشعار بوصلعة سعيد بن علي بن حمد بن محمد بوصلعة المري، من يقدم لنا مطرة على رابع التحديات. المركز الخامس من تصل في هذه اللحظات مع المركز الخامس وتنطلق صوغة بشعار عبد العزيز بن محمد بن علي بن متعب الصعاق، من يتقدم في هذه اللحظات مع صوغة. هكذا كانت النتيجة متابعينا الكرام للخمسة المراكز المتقدمة والمنطلقة. أعود مع المركز الأول، أعود مع البداية والصدارة، من تتقدم وتنطلق مع المركز الأول الحذرة راشد بن علي بن محمد آل فهيدة المري، من يقدم لنا الحذرة مع المركز الأول للمركز الثاني. تصل الحذرة مع المركز الثاني وتنطلق بشعار علي بن سالم بن جابر الجربوعي المري، من يقدم لنا الحذرة على ثاني الأسماء. المركز الثالث مطرة سعيد بن علي بن حمد بن محمد بوصلع المري، يتواصل في هذه اللحظات مع مطرة مع المركز الثالث. المركز الرابع الغشامية جبر بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري، يتقدم مع الغشامية على رابع المراكز. المركز الخامس وصلت ذعاذيع مع المركز الخامس بشعار راشد بن هادف بن محمد بن محسن بن ديلة، يقدم لنا ذعاذيع على خامس التحديات. وأيضا أرى التغيير من قبل الشايبة علي بن ناصر بن جار الله بن علي بن جار الله، من يتواصل هنالك مع الشايبة. ولكن متابعين الكرام أعود مع البداية والصدارة، من تحتل وتقود هذه الأسماء وهذه الشعارات. الله يا الحذرة، راشد بن علي بن محمد آل فهيدة المري يتواصل مع الحذرة، يتقدم مع الحذرة مع المركز الأول. المركز الثاني أيضا حذرة أخرى، تصل الحذرة بشعار علي بن سالم بن جابر الجربوحي المري، يتقدم في ثاني الأسماء. المركز الثالث تصل مطرة، تتقدم مطرة بشعار سعيد بن علي بن حمد بن محمد بوصلعة، يقدم لنا مطرة مع المركز الثالث. والمركز الرابع من تليها على رابع الأسماء الغشامية جابر بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري، يتقدم في هذه اللحظات مع المركز الرابع. المركز الخامس من تحتل خامس الأسماء وخامس التحديات، من تنطلق بهذا الشعار وبهذا الأداء الكبير، تتقدم في هذه الأثناء. هنا شيمة بشعار بوشريدة، من يتقدم مع المركز الخامس. 2 كيلومترات ما تبقى عن خط النهاية، ولا زالت الحذرة مع المركز الأول، لا زالت الحذرة مع البداية. الله يا الحذرة، راشد بن علي بن محمد آل فهيدة المري يقدم لنا الحذرة، يندفع مع الحذرة مع المركز الأول. المركز الثاني هنا الغشامية مع المركز الثاني جبر بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري، وتصل في هذه اللحظات الشايبة علي بن ناصر بن جار الله بن علي بن جار الله، يقدم لنا الشايبة. من تحتل المركز الثالث، من تغير إلى المركز الثاني وفي طريقها إلى المركز الأول. مطرة مع المركز الرابع، مطرة مع
رابع الى اسماء سعيد بن علي بن حمد. بوصلعة يقدم لنا مطرة وايضا شعار بشريدة. تصل هذه الاسماء الكبيرة، تصل هذه الشعارات المميزة على ارضية هذا الميدان. اعود مع الحذرة، اعود مع المركز الاول. الحذرة لا زالت متحكمة بمسار هذا الشوط، متحكمة بهذا الانطلاق الكبير. هنا بشعار راشد بن علي بن محمد الف هيدا المري من يتقدم، ولكن الشايبة غيرت واحتلت المركز الاول، غيرت مع البداية. هنا بشعار علي بن ناصر بن جار الله بن علي بن جار الله من يتقدم مع الشايبة هنا، وايضا سيوف تصل في هذه اللحظات وتتقدم في هذه اللحظات. عوايد طالب بن محمد بن هادي بن هليل الغفران المري يقدم لنا في هذه اللحظات عوايد. الله الله انطلقت مع المركز الاول. من غيرت سيوف؟ شنار بن محمد الهاجري من يتقدم مع المركز الاول ويتواصل مع سيوف، او عفوا متابعين الكرام. هنا عوايد طالب بن محمد بن هادي بن هليل الغفران المري يقدم لنا عوايد. المركز الثاني شقرة راشد بن علي بن راشد آل انديلا المري يقدم لنا شقرة. عوايد وشقرة الامتار الاخيرة، اللحظات الاخيرة، غيرت شقرة مع المركز الاول. هنا بشعار راشد بن علي بن راشد بن ديلا المري غير وانطلق مع الناموس. شقرة مع الناموس والانتصار. سلام يا شقرة، سلام يا بن ديلا. عوايد تعود مع المركز الثاني. عوايد وشقرة، ولكن شقرة تانينا والناموس لمالك شقرة راشد بن علي بن راشد بن ديلا المري على هذا الفوز والانتصار للمركز الثاني. عوايد طالب بن محمد بن هادي بن هليل الغفران المري المركز الثالث. حربة محمد بن راشد بن سالم بن محمد المري المركز الرابع. المركز الرابع شيمة صالح بن حمد بن صالح بوشريدة العذبة. المركز الخامس سيوف شنار بن محمد الهاجري. اذا متابعينا الكرام تانينا والناموس لمالك شقرة راشد بن علي بن راشد بن ديلا المري على هذا الفوز والانتصار. التوقيت الزمني ساعة وصول شقرة الى خط النهاية 7:37، 26 جزء من الثانية. تهانينا والناموس المركز الثاني. عوايد طالب بن محمد بن هادي بن هليل آل غفران المري 7:37، 81 جزء من الثانية. تهانينا والناموس المركز الثالث. حربة محمد بن راشد بن سالم بن محمد المري 7:40، 65 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.